قصص العناية المركزة بكل الألم التي تحويها، وفقدان الأهل لأحبابهم يومياً، ومعاناة من هم أحياء بفضل رحمة الله ثم أجهزة التنفس، لم تزد البعض إلا رغبة في النزول إلى الأسواق ومخالطة التجمعات ومخالفة الإجراءات بشكل يعرضهم ومن حولهم لخطر لا يعلمون من أين قد يصيبهم. يعني نحن بنقول لكم في ناس بتخش المستشفى بأعراض سيئة جدا تؤدي إلى الوفاة. مهما نقدر نسوي، مهما نقدر نعمل نحن كمستشفيات، ونحن والجاهزية حقتنا الحمد لله عالية جدا، لكن بتؤدي إلى الوفاة. فما أظن واحد مننا يبغى يوم من الأيام يكون هو أو أعز الناس عنده يكون في عناية مركزة. لما بنفقد واحد لسه في مقتبل عمره كان متوقع منه يعني عمر أطول من كده، إنما ربنا طبعا إرادة ربنا، بس ده كله يدينا يعني إشارة أو يدينا إنذار إن إحنا كل واحد لازم يعمل اللي عليه ولازم ياخد يعني حذره على قد ما يقدر علشان نمنع الموضوع ده في الانتشار. صور تتكرر في كل يوم في مختلف الأسواق شعبية كانت أو في وسط المدينة، لتؤكد أن هنالك فئة لا تهتم بصحتها ولا صحة من حولها، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات. فما ذنب الأغلبية الملتزمة أن تتحمل تبعات السلوكيات الغير مسؤولة من البعض الذين ضربوا بالتعليمات والاحتياطات عرض الحائط؟ عبد الرحمن المحضار، الإخبارية، جدة.